مفاوضات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة تسابق الهدنة رغم الصعاب التي تعترضها، فجميع الأطراف متفقة على هشاشة هذه الهدنة، ومع ذلك تختلف الرؤى حول إمكانية البناء على هذا الأساس الهش. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حدد يوم 10 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق المحادثات بين الوفود التي يفترض أن تصل جنيف في 9 من هذا الشهر. المبعوث الدولي يرغب هذه المرة بمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا بدل التطرق لانتهاكات الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وهذا ما ترغب به أيضا موسكو وواشنطن. مقاربة البلدين هذه المرة تقضي بضرورة الإسراع في عقد جولة المحادثات بدون تأخير. في المقابل لا تزال المعارضة مترددة بشأن المشاركة في جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة ولا تبشر برأيها بأي خير، فهي تعتبر أن الظروف غير مواتية لعقد محادثات جنيف بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق كاملة. لم نقل عدم ذهاب، لكن ما قاله الدكتور رياض حجاب محق فيه، يعني يحين الوقت للذهاب إلى جنيف عندما نرى شيء على الأرض. هناك يعني أمور إنسانية لم نرى منها شيء إلا جزء يسير، يعني لا يكاد يمكن المعارضة من قول نعم للذهاب، لكننا لم نقل لا أبدا، إنما ننتظر يعني أن يتحقق شيء على الأرض. يعني هناك أمور إنسانية، ما زالت هناك مناطق محاصرة، ما زال هناك أيضا انتهاكات لهذه الهدنة التي اتفق الجميع عليها. الهدنة ورغم هشاشتها سجلت انخفاضا حادا في أعمال العنف وأعداد القتلى، ورغم تشكيك البعض في إمكانية بدء رحلة بحث عن حل سياسي تولد من رحم تلك الهدنة، فإن التفاؤل يبقى قائما باعتبار الهدنة خطوة أولى لوقف شامل لإطلاق النار ومرحلة تمهيدية للذهاب إلى الحل السياسي.